استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر الصخير يوم أمس الوفود المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2016. فقد استقبل جلالة الملك المفدى دولة الأستاذ المهندس خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليمني، ومعالي السيد محمد بن عيسى وزير خارجية المملكة المغربية السابق، السيد بدر بن سعود البوسعيدي وزير الدفاع العماني، سعادة السيد أيمن حتاحت وزير المواصلات بالمملكة الأردنية الهاشمية، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بدولة قطر، سعادة السيد عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل بالمملكة المغربية، سعادة السيد فيليب دون وزير الدولة لشؤون مشتريات الدفاع بالمملكة المتحدة، سعادة السيد ماتياس فيكل سكرتير دولة المكلف بشؤون التجارة الخارجية وتشجيع السياحة والفرنسيين في الخارج، سعادة السيد فيكتور زوبكوف النائب الأول لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، نائب الأدميرال كيفن دونيغان قائد الأسطول الخامس، الفريق محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق حمد محمد الرميثي رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإماراتية، الفريق أول سهيل أمان رئيس هيئة الأركان للقوات الباكستانية، الفريق عصام الدين حبيب قائد القوات الجوية السودانية، اللواء حسن حمزة الشهري قائد قوة درع الجزيرة، العميد غسان شاهين قائد القوات الجوية اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين. وقد رحب جلالة الملك المفدى بضيوف مملكة البحرين من الدول الشقيقة والصديقة، شاكرا جلالته لهم حضورهم ومشاركتهم في هذا المعرض العالمي في دورته الرابعة، والتي تأتي تجسيدا للعلاقات الطيبة الوثيقة التي تربط البحرين بهذه الدول. وأكد العاهد الآهل المفدى أن ما حققه المعرض من نجاحات والمشاركة الواسعة لكبرى الشركات العالمية المعنية بالطيران بمختلف تخصصاتها عكست المكانة الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين وما تتميز به من موقع استراتيجي ومركز مرموق في تنظيم واستضافة مثل هذه المعارض العالمية، واهتمامها بالتطور الذي يشهده قطاع الطيران والملاحة الجوية ومواكبة تكنولوجيا العصر المتطورة. مؤكدا جلالة الملك المفدى على الأهمية التي يمثلها معرض البحرين الدولي للطيران للدول والمؤسسات والهيئات في تطوير وتحديث العلوم والصناعات الجوية المدنية والعسكرية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على أحدث ما أنتجته كبرى شركات الصناعية في الطيران. وعرب جلالته عن عظيم الفخر والاعتزاز بالإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها مملكة البحرين بفضل سواعد وعقول أبنائها الذين أثبتوا في أكثر من ميدان أنهم قادرون على الإبداع والتميز والمنافسة إقليميا وعالميا. مؤكدا جلالة العاهل المفدى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال عبر تاريخها العريق ملتقى الحضارات والأديان والثقافات وميناء العالم منذ القدم، ويعيش الجميع على أرضها بسلام ومحبة، وترحب بكل من يقصدها ويعيش على أرضها، وأهلها مثل للكرم والترحيب والتعاون مع الجميع انطلاقا من عاداتهم وتقاليدهم البحرينية الأصيلة. كما أعرب جلالته عن شكره وتقديره لكل الجهود الموفقة التي بذلت لإعداد وتنظيم هذا المعرض وإظهاره بالصورة المشرفة أمام ضيوف البلاد، وخص جلالته بالشكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود مخلصة وما أبدوه من تنسيق وتعاون مع جميع شركات الطيران المشاركة وتقديم كافة تسهيلات لها لإنجاح فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير. وتمنى جلالته لضيوف البلاد التوفيق وطيب الإقامة على أرض مملكة البحرين. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مأدبة غداء تكريما لضيوف البلاد وكبار المسؤولين في معرض البحرين الدولي للطيران.